يقول لي سي عبد الفتاح واش راه الموديلات الجديد ديال الجديد؟ قول لي مرحبا. كان الجديد قول لي الاشمله قال لي شحال الثمن من كيبداو؟ السلام عليكم. وعليكم السلام خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. عبد العمراني عبد الفتاح فلوشات الفن. كاين بالنسبه للطروفه ديال 10 متر 6 متر 8 متر من 13، من نقول من 20 درهم 13 درهم 10 دراهم، وكاين بالنسبه للرواله كاين عندنا 20 درهم. يعني من 13 درهم يعني ارخص حاجه كاينه عندك هنا اخويا عبد الفتاح يعني 13 درهم تفرش الصالون. قول لي 13 درهم 13 درهم بالنسبه لعبدوميد الكلوس ولا سيجور في يعني كافي. مشاهدي قناه الشعب قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشره من سوق الويزيه نواحي المحمديه، اكبر سوق هنايا. جينا غادي نشوفوا يعني انواع ديال الطلامط، الاشكال والانواع ديال الطلامط اللي كاينين هنا، ارخص انواع الطلامط اللي كيتباعوا هنا بمدينه يعني سوق الويزيه. سي عبد الفتاح السلام عليكم. وعليكم السلام. بزاف ديال الناس كيسولوا خبرشي علينا، خبرشي لنا على الموديلات، الناس باغي يشوفوا الجديد. نبداو بالسلعه ديال 260 اخويا عبد الفتاح. سير على الله اخويا العزيز. السلام خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. هذا العمراني عبد الفتاح. كاين بالنسبه لهادو اللي كما قلنا كيبداو من 10 درهم حتى 20 درهم. هادو من 10 دراهم حتى 20 درهم. يعني هادو موديلات كلهم، واش هادو كيتباعوا الطوفه اخويا عبد الفتاح ولا المترو؟ لا طلعوا المترو، المترو كاين اللي فيه 10 متر، كاين اللي فيه 15، كاين اللي فيه 20. المهم كيف تعداش 15 متر 20 متر. هادو يعني هادو بحال هذا اللي هاز الدراهم، شحال الثمن ديالو دابا؟ هذاك 7 دراهم. هذاك 7 دراهم المترو، الثمن مناسب. وهذا الاحمر هذا شاو بشحال؟ هذاك 15 درهم. هذا 15 درهم المترو. وهذا الخضر هذا؟ لا هذاك ما بقاش فيه. هذاك مقادلي بشحال الثمن ديالو زعما؟ الثمن ديالو تما 15 درهم كل كم. هذا قلت لي 7 دراهم المترو. 7 دراهم. يعني الثمن مناسب اللي بغى ياخذ يعني كل حاجه كاينه. ندوزو دابا نبداو يعني بالخوامي، عارفش ندوزو لا سير على الله. الاشكال هادو شحال تما طروف هاد الروال؟ هاد الروال ماشي طروف، هادو 20 درهم. الروال 20 درهم المترو. وكاين هاد الخوامي هاد غاما هذا ولاه فهمتي كيدير 50 درهم، ديال مصولينو ب 30 درهم. يعني 30 درهم المترو. 30 درهم المترو. يعني هادو الخاميات، الاشكال والانواع ديال الخاميات. الاشكال والانواع. وكاين ثاني هاد الخاميه هي مطروزه وداك الشيء دايره 20 درهم المترو. يعني هذه 20 درهم المترو. كنا دايرين لها 25 درهم 30، دابا 20 درهم. 20 درهم دابا. نبداو بالطلامط، راه عندنا جوله كبيره اخويا عبد الفتاح. نبداو بكل حاجه. هذا الاحمر هذا جديد، هذا 2024. هذا ماي بريطانيه هي هذه. هذه ماي بريطانيه، نوريو الناس التفاصيل. بريطانيه هذه الخديه وهذاك البيطه. هذا الطلميط وهذه الخديه. الثمن المترو اخويا فتح هذه بشحال؟ هذا كنبيعها ب 65 60، غنديروا لها 50 درهم. 50 درهم المترو. هانتوما الاخوان على المباشر، عطاكم الرقم ديالو اللي بغى يتواصل به، اللي بغى يجي عنده المحل خويا عبد الفتاح. يعني واش الالوان كلهم ثمن واحد ولا كل لون؟ لا كلهم ثمن. يعني هذا المبرطاليان فيها الاحمر، فيها الذهبي، فيها هذا فيها الباج، فيها الكري، فيها يعني اشكال وانواع. قلت لي بشحال هذه يا خويا فتح؟ فيها المطارد فهمتي، ومازال فيها باقي الخضار باقي الكرونا. ولكن لا حنا غندوزو حاجه بحاجه. هذه بشحال الثمن ديالها قلت لي؟ 50 درهم باش تبقى. يعني 50 درهم باش كتبقى ثمن مناسب. وهذه اخويا عبد الفتاح الوينات ديالها يعني هذه لا، ولكن الشكل ماشي بحال بحال ولا بحال بحال. ماي بريطانيه هي، ماي بريطانيه هادو اللي هنا مختلفه في اللوينات وداك الشيء. الثمن ديالها اخويا فتح شحال دايره قلت لي؟ 50 درهم للمترو. 60 يعني 50 درهم ثمن مناسب. الله يعطيك الصحه. هذه المبره اللي كاينه لتحت هذه لونتيطاش، هذه لونتيطاش 45 درهم. واخا خويا فتح اشرح لي شنو الفرق ما بين لونتيطاش والمبره طاليان اخويا فتح؟ هذا اين ديال الفطايا الطابيسي فهمتي، وهذه ديال الصالونات وشي ديال شحال لونتيطاش شحال الثمن ديالو؟ تا هو 60 درهم. كيدير 60 درهم اللوان كاملين، اللوينات كاملين. يعني دوز مع لونتيطاش ديالو رخيص ثاني داير 30 درهم. فين هو لونتيطاش رخيص؟ اش اخويا فتح هذا الموديل هو اللي بغيت نسولك عليه. هذا بروكار هذا. لا فيه دوبل فاس. دوبل فاس اشرح لي كيفاش دوبل فاس، وكما شفنا فيها جوج اشكال. لا فيها ثلاثة كاع مازال هذه. فيها ثلاثة اشكال. ها الأول ها الثاني. والبياسة الثالثة ديالها فين هي؟ البياسة كتكون الطلميطة وكتكون الوردة ديال الخدية وكيكون الإيني. الإيني ديالها هذه بشحال؟ دابا الخدية بشحال ثمنها سير أخويا عبد الفتاح؟ الخدية ديالها ولا الثوب؟ لا بالخياطة بالثوب غنخدى كومبلي. أنا بغيت نشري هذه المخدة هذه بشحال؟ الخياطة 35 درهم. أها. الثوب كيدير 55 درهم. المترو 55 درهم المترو. يعني ندوزو دابا هذه شناهي؟ هذا بروكار فهمتي. البروكار تا هو راه فيه اشكال وانواع. هذا شي حاجه مليحه. بدا لي بهذا البروكار اخويا عبد الفتاح. هذا بشحال الثمن؟ 60 درهم. حنا دايرين ليه 60 درهم. 60 درهم يعني البروكار هذا واش الطلميط ولا الخديه؟ الخديه وهذا الطلميط، ها الورده ديال الطلميط الشيخ. يعني هذا تا هو فيه اللوينات كاملين. الطلميط ها الخديه. بشحال الثمن؟ 60 درهم. 60 درهم. يعني قول لي هذا غلا من طالياني.
اغلى من البريطانيان هذيك ماشي هكاك. هذا بروكار هذا فهمتي، هذا الخضر ديالو، هذا الطوب، هذا القري فهمتي، هذا الباج، يعني فيها شي خمسه تشكيلات ولا سبعه، يعني خمسه هذو هما اللوينات. انتم يعني الاخوان اللي بغات تعلي عجباتها شي حاجه تسكري ليها يعني وتوريها لي، حنا غنعطيكم رقم الهاتف ديالو تواصلوا معاه. فانتم كمل لي اخويا فتح. بالنسبه قبيله قلت لي لونتيطاج، قلت لك الرخيص هو هذا، هذا هو الرخيص. انتم الاخوان هذا هو لونتيطاج الرخيص. شنو الفرق ما بين لونتيطاج هذاك الاول وهذا؟ دابا هذا سميتو ما بطنش من الداخل والاخر مبطن، لونتيطاج الغليظ مبطن بحال هذا وشي. ها انتم الاخوان الفرق، يعني باش ما تقولبوش، يعني انتم هذا المبطن شوفوا كيدير من الداخل ديالو، وهذا ما مبطنش عادي شوفوا كيدير بحال تما كيتمسح حتى هو كلشي شتي. الثمن ديالو خويا فتاح هذا رخيص، هذا 30 درهم والاخر، الاخر 50 درهم، يعني 20 درهم ديال الفرق. ها انتم هذا شنو هو؟ شنو هو انتيطاج؟ هذا بالنسبه لهذه السيطه اللي داير لها 23 درهم، هذا رخيصة هذا. يعني السيطات ثمن مناسب 23 درهم للمتر، الله يعطيك الصحة. كاملين تاهي. كمل لي يا با. بالنسبة كاين هذه المبرة، هذه المبرة شحال الثمن ديال المبرة اخويا؟ 80 درهم ديالها. 80 درهم ثمن مناسب. 3600 بقى عندي فيها جوج اللوينات، بقى عندي فيها هذا، وبقى عندي واحد نوصل لي ونوريك لي. الله يعطيك الصحة، دوز لي شي حاجة أخرى. الطاليانية ثاني زواقة جديدة ديال الطاليانية هذه تاهي. فهمتي؟ هذه طالياني. طالياني زوقة جديدة مختلفة على الأولى. هذه بشحال ديال الثمن ديالها؟ هذه 65 درهم. دابا هذه موضي 2024 اش؟ هذه 65 درهم. ها أنتم الإخوان شوفوا التفاصيل يعني ديال الطوميط هذا، الله يبارك. يعني ها أنتم كما كتشوفوا ثمن مناسب، شحال قلت لي الثمن أخويا عبد الفتاح؟ هذا 65 درهم. هذا 65 درهم للمترو، هذا الطوميط ولا الخدية؟ لا هذه الطوميط على الخدية، هي تكون شعر الخدية هي هذه. هذه الخدية أنتم الخدية. ها الطوميطة الإخوان، هذه الخدية وهذا الطوميطة ديالها، يعني ثمن مناسب. فيها خمسة اللوينات تاهي. خمسة اللوان اللي فيها. الخزي وفيها الأحمر وفيها الباج وفيها الأزرق وفيها المطارد وفيها الثمن. قلت لي شحال أخويا عبد الفتاح؟ هذه 65 وكنصايب مع الكليان ديالي ماشي مشكل. الثمن قول لي الثمن ديال اللايف ديال مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تي في. 50 درهم بحال بحال. 1000 ريال، سي الله يعطيك الصحة أنتم الإخوان، اللي عجبكم غير 1000 ريال. ثمن مناسب، يعني بغات تشري مرحبا بها. 1000 ريال. عندنا الديلافي 25 درهم. هاد الديلافي هذا كيدير 50 درهم. هذا حتى هو ديال الصالون ديال الكليس. ديال اللي يخدم كل شيء، هذا اللي بغى طابيس، اللي بغى مخدات ديكور، اللي بغى اي حاجه. شوفوا التفاصيل ديال هذا اللي بغى نوريو الناس. هذا بشحال الثمن ديالو اخويا فتح قلتي لي؟ هذا 25 درهم. يعني هادو هما التفاصيل اخويا، يعني كنتمناو لكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا باش جميع الناس اللي شافهم الفائده، يعني بالنسبه للناس هانتوما كتشوفوا يعني هذا قلتي سميتو طابيسي. لا الديلافي هذا. هذا الديلافي يعني هذا هو الديلافي. يخدم مخدات ديكور، يخدم كل شيء. يعني كيخدم كل هذا كل شيء، هذا متعدد الاستعمالات كيف ما. بالنسبه لهذا البروكار هو ديال ريشه، راه كما عودنا الناس راهم عارفين. هذا بروكار ريشه. داير لي 50 درهم. 1000 ريال المترو. كان 65 60. هذا هو محبوب الجماهير دابا هذا. هذا كيبغيو الناس. اللوينه ديالو كلهم متوفرين فهمتي. هذا سميتو هذا. بروكار ديال ريشه هذا. هذا بروكار ريشه ها انتم الاخوان. يعني بزاف ديال الناس سولوا على هذا البروكار هذا ديال ريشه والثمن ديالو ها انتم الاخوان. فيه الالوان والاشكال اللي بغى شي حاجه مرحبا ها انتم الاخوان. بالنسبه لهذا قشور الحوت هما 20 درهم. هذا قشور الحوت. 20 درهم للمترو، يعني هاد الشومه يعني طلميط قشور الحوت 20 درهم للمترو، هذا ديال بيت البراء، هذه ديال الوركه. كل شيء هذا كيخدم كل شيء. هذه صاله موجي اللي جات شي حاجه مرحبا. سيجور زين. ها هذه. وهذا ماطلاسي. الماطلاسي. هذا ديال 65 درهم. الماطلاسي كاش ما تنقص شويه ولا الفيكس. 80 درهم. ياك. ها انتم الاخوان يعني الماطلاسي. يعني ها انتم الجوده ديالو كيف ما كتشوفوا اللوينات اللي كاينين. كيفاش مخدوم راه نديرو الطلبات ديالو فهمتي. يعني ما طلاسي 3 دي ما عندوش ماكينه ديال 200 مليون ما كنخدموش. كيفاش؟ ما عندوش ماكينه ديال 200 مليون ما تخدمش. يعني هذه اللي بغيتي تصاوبها خاصك ماكينه 200 مليون. يعني انتم اللي بغات تصاوب الطلميط ديال 200 مليون، الطلميط ديال 200 مليون هو هذا. الماكينه اللي كتصايب هذا دايره 200 مليون. يعني الطلميط 200 مليون. الله يعطيك الصحة عازف نتاع. انتم يعني كتشوفوا الجودة كيف ما قلنا، الطلميط يعني الثمن قلت لي 60 درهم. يعني 60 درهم للمترو كيف ما كتشوفوا، يعني ثمن مناسب. دوزو السقلي دابا الناس اللي كيبغيو السقلي والزواق. هذا البلا هذا. هذا البلا دوز. شحال الثمن ديالو هذا؟ هذا 55 درهم. هذا الثمن ديالو 55 درهم. اللوينات كلشي متوفرين. وهذا؟ هذا اللوينات ديالو كاين هذا. هذه الطلميطه وهذه المخده.
هذه الطلميطه وهذه المخده. يعني ها انتم اخوان يعني الطلميطه كما كتشوفوا الزواقه ديالها، ها المخده يعني كما كتشوفوا الجوده العاليه اللهم بارك. يعني كاين موديلات جداد، يعني كاين سلعه جديده كما كتشوفوا معنا مشاهدينا المتتبعين. يعني انتظروا سي الفتاح بالمساله. يعني ها انتم هذه حتى هي شنو سميتها بو فتاح؟ هذه هذاك مطلاسي. المطلاسي حتى هو شحال الثمن ديال المطلاسي؟ 55 درهم. 55 درهم ثمن مناسب. فيها الاحمر، فيها الاحمر، فيها الباز، فيها الكري، فيها الخضر. خذ خلاص افتح. يعني ها انتم الاخوان هذه حتى هي سميتها هذه. هذا سي فتاح هذاك ديال 50 درهم. هذا سميتو هذا مطلاسي بلا. هذا شنو هو مطلاسي بلا؟ دابا غندوزو دابا غندوز الرومي. دابا الرومي العشاق الرومي، الناس اللي كيبغيو داك الشيء على قد الحال، داك الشيء زوين. مرحبا وري لي الناس عاد باش ندوزو داك الشيء الرويال. سير على الله. دابا هذا رومي زواقه جديده. هذا رومي زواقه جداد. هذا زواقه ديال 2024. اوري لي كل زواقه والثمن ديالها كل حاجه. وش هادو 30 درهم للمتر. 30 درهم للمتر. ولكن اللي بغى تلميطه بالايني والورده مرحبا، واللي بغى جوج الورده بجوج بحال التلميطه بحال الخديره متوفرين. شحال الثمن قلت لي 30 درهم للمتر؟ الله يعطيك الصحة. هادي كاين اللي ما كيبغي، كاين اللي ما كيبغيش التلميطه بالايني، يعني كاينه التلميطه بالورده. يعني كاينه التلميطه بالورده. بحال هادي خديه وهادي تلميطه. هادو شحال الثمن ديالها قلت لي يا خويا فتح؟ 30 درهم. 30 درهم ثمن مناسب. يعني اللي بغى تدخل الايني هو كاين الايني متوفر تاهو. هذا الايني هذا الثمن ديالو تاهو بشحال؟ 30 درهم. يعني الناس كيتسالوا على الايني ها هو الثمن ديالو. خويا فتاح قبل ما نساليو قبل ما نكملوا عطينا رقم الهاتف ديالك الناس اللي باغيين يتواصلوا معاك ويقول لك انت فين كتواجد. 061 82 29 24. اختي يسرى ها هو قال لك النمره، عاود لي النمره اخويا العزيز. 061 82 29 24 سيدي مؤمن اقامه النخيل جوهر. مرحبا اخويا العزيز. نكملوا دابا هادو هما الرومي. يعني هانتوما الاخوان الرومي شي حاجه جديده اليوم اللي طبقات الميكا ديال المد. هذا يلا جديد اول مره قول لي. يعني هانتوما الاخوان طلميط على المباشر. باقي التدار ما نفرش فيها الطلميط هذا ياك اخويا. اليوم طبقات الميكا ديالو. يعني هانتوما التدار باقي ما تفرش فيها الطلميط. اول طلميطه اول واحد غادي يشري الطلميط هذا هو. قول لي التفاصيل ديالو، اشرح لي الطلميط هذا كلير النوع ديالو. سمع الله. 18 وخا يدخل عليه الماء وخا ما يبقى عليه والو. هذا 18 دوزيدك باش تعرف وخا ما تشريش. اللي ما شريت نزاه قول لي. هانتوما الاخوان يعني 18 يعني واخا يعني كما كتقول واخا تخوي عليه الماء ما كيتكفاش يعني حتى في الوسخ كيشد يعني كيصبر. الثمن ديالو 30 درهم قلتي لي. ها واش الاخوان بالنسبه لها هي زواقه جديده. لا واش هذا توا اونتيطاش فيه الويلات. اونتيطاش يعني ها انتم الشراء باقي ما تزو باقي حتى صالون او حتى تقول لكم تحدى شي دار تكون دايره هذا الطلميط هذا. يعني ها انتم يعني كيما كتشوفوا 25 درهم. هذا خمسه. هذا زوين هذا. زوين توا هذا مستيلي هذا. هذا سميتو تا هو هذا رومي طروادي. هذا الطروادي يعني بالقليب ومضروب بكاليفورنيا. يعني ها انتم كتشوفوا يعني الرومي الطروادي ماشي فودان. هذا تا هو هذا تا هو هذا ديال الكشك التقليدي. لا هذا مخدوم على حساب المطروزه. هذه المطروزه هذه الثمن ديال هذه المطروزه اخويا عبد الفتاح. هذا 28 درهم. هذه 28 درهم. نقص لي شويه مع الناس فتاح. كبير 25. يلاه يا 3 درهم تحيدات واللي بغى الميتراج كبير نقص ليه قول لي. يلاه انتم اللي بغات اكثر من 20 متر ولا 30 متر يجي نقص لها الثمن. على حسابك. يلاه مرحبا كل شيء نخلصوا احنا مالك. زيد مرحبا بخويا فتاح. هاي هذه هي شكيل. هذه ناضي هذه. هانتم الاخوان. مخدومه بكاليفورنيا وزقلي يعني زقلي مخدوم معاه ماشي مخدوم. والطروادي هذه شاية. زويقه جديده. هذه ما ضيعهاش في السوق هذه كاع. حتى هي. كدور هنا يسول الوزير لقيتها ما لقاش معها نجي نعطيك فابور. فين هي فتح؟ هذه. هانتوما الاخوان تحدي اخر. راه فتح اليوم غيبقى يتحدى فيكم تتساليوا. هانتوما فتح كيتحداكم اللي لقى شي زواقه بحال هذه. يصيفط عليه اليوم يجي دا فابور الاخوان تحدي على المباشر. هانتوما يعني الثمن ديال اخويا فتح. الثمن ديالها 30 درهم. 30 درهم. ثمن مناسب. زويقه ناضيه ماشي اخر. هذه رومي هذه الطلميطه والايني ديالها. هذه الطلميطه والايني ديالها هذه مخدومه على الزواقه ديال البروكار. هذه مخدومه على البروكار. 30 درهم. 30 درهم. الله يعطيك الصحه زيدني اخويا. كاين ثاني هذه ثاني. هذا 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 اللهم بارك. يعني هانتوما الاخوان. 28 درهم. 28 درهم ثمن مناسب كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام عشاق الهوته. وها الزريق ديالها حتى الزرق راه زوين. فيها اربعة الوينات، واحد جوج ثلاثة. الرابع هو اللي جاي. انت
الثمن قلتي لي 28 درهم. 28 درهم. ها انتم الاخوان الجوده. ثاني كاينه هذه الشهاده باش مخدوم نضربها بالطروات ديالي. هذه الطروات ديالي. كاع فين غاديه. اه يعني انتم شوفوا الاخوان يعني الطروات دي شوفوا معانا اللهم بارك هذه ما بغاش تدوخ مالي الدار ما بغاش تدوخ الضياف جلس ها قول لي هذه الزواقه في الغداء ها تشوفها الاخوان يعني شوفوا معانا يعني هذه ما بغاش تدوخ الضياف ديالك قول لهم الزواقه في الغداء شوفوا الشكي اللهم بارك ثمن السي عبد الفتاح 28 درهم الاخوان هادشي 28 درهم ولا كنتي الميطراج كبير يتعاون معاك وتعامل معاك راه ليا هاد لوروج هذا راه عجبني انا عبد الفتاح هاد لوروج هذا راه زوين هاد لوروج هذا ناضي ناضي هذا شحال الثمن ديالو تا هو السي فتاح 25 درهم ثمن مناسب ثمن مناسب معلاش على الكليان ديالنا حنا معروفين راه الناس ملي كيجيو يزورونا راه لا فتاح معروف يعني السي فتاح يعني بزاف ديال الناس قال لك كيلقاو الواقع لا حتى حد شي وحده تيقول لك حنا كيقولوا في لايف ثمن ملي كنطلاقاو تيكون ثمن اخر ولكن داري شو على حساب الكاليتي وداك الشيء ماشي دابا هو جاي الكاليتي وكيمشي لا السي فتاح هذا انتم كتشوفوا فيه شحال الثمن ديالو 25 درهم يعني ماشي جي تقول لي 40 درهم لا يجي ويقول لي نعطيه ب 25 درهم راه شي اللي قلت لك خلي سكريني لك يقول لك هات الفيديو كلشي متفق الله يعطيك الصحه زيدني هذا بشحال شاو الزواق هذا السي فتاح هذه 30 درهم 30 درهم هذه 28 درهم الله يعطيك الصحه فهمتي المهم هادو كاملين يعني 30 درهم زوقات صورهم راه جداد هذه هذه شي اسمها ها هي جا جا هذه البرق ولا الرعد ولا شنو هذا الشيء قلت مجموع فيها ها انتم الاخوه اللهم بارك واحد اللوين اللي هو جميل لوين رائع هات لوينات واحد ها جوج ها ثلاثه راه ثلاثه يعني ثلاثه الوان ناضي ثمن السي عبد الفتاح 28 درهم جا شوف شوف مع السيده اللي تخدم في المعرض فتاح فتاح كاين في المهرة الدراري غايشوفوا لك راه كاين في المهرة يلاه قولي عاود شوف مع الدراري غايشوفوا لك هذا خويا فتح شحال الثمن ديالها؟ هذيك 28 درهم 28 درهم ها انتم الاخوان 28 درهم يعني الهوشة اللي بغى يلبس يعني كل شيء كاين اللي بغى ها انتم الاخوان هذا شنو هو سميتو هذا؟ خليهم شوية باش تبان لهم الزواقة مزيانة انا الشيء اللي بغيت نقول لك انا هذا سميتها تاهي هذه شو راه اشدي هذه شوف كيفاش دايرة هذه الاشدي كاع اللوينات ها انتم الاخوان الاشدي الصفراء مضروبة في كاليفورنيا فيها انت فيها المطارد وفيها الاحمر وفيها الازرق وفيها الاخضر يعني انتم الثمن الثمن اخويا فتاح الثمن حسب لي 25 يلا 25 درهم يعني ها انتم سي فتاح حاجه جديده هذه هذه فتاح هذه القنفود هذه طلبات القنفود الاخوان اللي بغى طلبات القنفود ها هو عند فتاح على المباشر والثمن الثمن ديال القنفود قول لي شحال الثمن اخويا فتاح 25 درهم 25 درهم فهمتوا توفر فيها اربع لوينات تاهي ها انتم يعني اللون الاول وهاد الثاني وهاد الثالث هادي ديال القنفود شحال الثمن ديال القنفود اخويا 25 درهم 25 درهم طلمات ديال القنفود كاين ثاني ديال هادي ديال العنبه دايره 27 درهم يعني ديال العنبه 27 درهم الاخوان كنتمناو انكم تبارطاجيو هذا اللايف هذا الاخوان يعني وخلونا في كومونتير قول لنا شي حاجه اللي عجباتكم وقول لنا الاثمنه واش مناسبه ولا لا الا كانت ماشي مناسبه فتح ينقص الثمن والله الحمد لله ثلاثه الوان هذه ثلاثه الوان السي فتح جوج ثلاثه ها انتم اللوين الاول ها الثاني راه الثالث الثمن السي فتاح الكيلومتر كيبقى الاسوان الكليان فهمتي بغا يدير الازرق يدير بغا يدير الكرونا يدير بغا يدير الصفر يدير يعني كيبقى يعني كل واحد والكليان شنو كيحب ها راه لي هاد لوروج لوروجا تيقولوا لي مشعشع هذا كيقول لك ديال الناموس هذا بشحال 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 هاد لون الناموس راه عنده المحبين ديالو تا هو 30 درهم الله يعطيك الصحة أنتم الإخوان ولا كان مع الوردة حسبوني 28 درهم يعني اللي بغا يديش الوردة 28 درهم الله يعطيك الصحة هادو تما عاد نتوما الاخوان الجوده العاليه دابا غندوزو الرويال هادشي باقي هادشي ديال باقي هادشي ديال عاد نتوما الاخوان ديال الرخيص 25 درهم هادشي كله 25 درهم عاد نتوما الزواقات دابا غندوزو الرويال دابا ياك هذا بروكار بلاك داير 30 درهم يعني عاد شاف السي فتاح الناس كيشكروك مرحبا قال لك السي فتاح معقول الله يعطيك الصحة شكرا اختي يسرى بارك الله فيك يعني عاد انتم هذا البروكار قلتي لي يا فتاح هذا البروكار دابا غندوزو للملاكي مرحبا البروكار شحال الثمن ديالو هذا كيدير 40 درهم كاين اللي كيبيعو 38 كاين اللي كيبيعو 35 كاين اللي بيعو 33 حنا داير لي 30 درهم 30 درهم ها انتم الاخوان اللوينات ها الزواقة ها الدوري اللوينات ها انتم يعني كل شيء كاين اي شيء
دز شويه الفوق باش يبان لي مزيان. قال لك الناس بغاو يشوفوا البروكار والمبره، ان شاء الله لي الناس البروكار والمبره. مرحبا اختي خديجه، قالت لك خساره راك بعيد. ولا فين ما كان ندير التوصيل. هادشي قالت لك اختي خديجه عزيز اللي عجبك يوصل لك حتى للدار. عمر توصل لك حتى السيك. قول لك قدام باب الدار صيفط لوكاليزاسيون والفلوس. الله يحفظك. يعني ها انتوما يعني الثمن مناسب. هاد الحمار هذا شحال الثمن ديالو حتى هو اخويا فتح؟ ها؟ هاد الحمار ديالو شحال الثمن؟ كلشي بحال بحال كيختلف في الالوان. ندوز ليا دابا ندوزو للغالي فتح. ستير على الله. اجي لا بلاش ندوزو هادشي بعدا حتى هو. وعندنا هادشي اللي في الارض هذا. هادو شحال الثمن ديالهم؟ 20 درهم. 20 درهم. يعني هادو طلامط. ماشي دوك توابل وطلامط. طلامط هادو توابل. ما حاجة قسم توابل هادوك اللي بحال التوب ديال اللبس. لا لا مخلط هذاك الدور. دوك طلامط هكاك. كاين هاد الفراشة هادي هي سميتها. هادي الطلامط هادو هادي. شنو سميتها هادي قلت لي؟ فراشة فراشة هادي. الخامية. خامية الفراشة. عاد انتوما الخوامي ديال الفراشة. متوفرة في الزواق ديالها كاملين بحال. أشكال وأنواع. الباج الكري الصفار هذا سميتو الباج مغلوق النوار. النحاسي الشبكه هذه جديده حتى هي شفتي يعني كل شيء كاين كل شيء كاين الدولار انتم الاخوان يعني الدولار العديسه شفتي يعني بلاش الناس كيشوفوا من بعيد تيقولوا كل شيء بحال بحال عاجي معايا سي فتح عاجي اخويا فتح عندهم كل حاجه والسميه ديالها هذه ابو فتح سميتها الفراشه الصغيره هذه هانتوما الفراشه الصغيره الاخوان الزواقه ديالها هي هذه هذه الزواقه ديالها الالوان توفرها في اربعه الالوان هذه شحال الثمن ديالها فتح 100 درهم 100 درهم الاخوان ها انتوما المطارد ديالها ها الشكل الاخر هذه هذه المطارد هذه يعني فين الالوان ها انتوما الالوان دابا ندوزو للفراشه الكبيره ها انتوما الفراشه الكبيره نفس الالوان اللي في الصغيره في الكبيره فهمتي حتى هي شحال الثمن ديالها 100 درهم تلقى شويه ولا الثمن المناسب 95 الفراشه كبيره يلاه انتوما فراشه كبيره 95 درهم للمتر الصغيره 100 درهم ها انتوما ها الفراشة الصغيرة كبيرة هذه هذه كبيرة ها انتوما والكحل تا هو فيها اه الكحل ها هو الكحل الاخوان يعني راه كلشي كاين هذه تاهي هذه فرشة جديدة هذه نجيمات هذه هذه نجيمات اه فرشة هذه شحال الثمن ديالها شاهية 100 درهم الثمن مناسب 110 درهم معروفة ها انتوما الاخوان 100 درهم حيد لنا 10 درهم ها راه ليا لعند اللحية عند الطير ها انتوما الاخوان هادي شناهي هادي اخويا فتح اسمها الله الدولار الدولار هادي الدولار الثمن ديال الدولار اه 100 درهم 100 يعني بالدرهم ماشي بالدولار قول لي الله يعطيك الساعة عشرة دولار 10 دولار الاخوان هانتوما يعني الدولار ب 10 دولار يعني هادي العديسة هادي العديسة هانتوما العديسة الاخوان يعني شوفوا حنا كنوريكم التفاصيل هادي كمعلقة يعني هادي هي العديسة الثمن ديال العديسة هادي كتسمى ميكس هادي ميكس يعني مخلطة فيها ثلاثة الشكال هانتوما الشكل الأول وهذا باش نوريكم ها الأول ها الشكل الثاني الإخوان باش نوريكم الفراشة والفراشة فينا هي ها الفراشة الإخوان باش نوريكم هادي فيها ثلاثة الشكال الثمن مناسب أخويا فتح 100 درهم الشكل المطروزة هادي ها هادي كدير كدير ها انتوما المطروزة الإخوان ها الزواقة ديالها يعني انتوما الزواقة ديال المطروزة دابا هذه كدير 100 درهم 100 درهم الثمن المناسب 100 درهم المطروزه 80 درهم 80 درهم ديال لاتا اه دايره 100 درهم ما عارفين الكليان 80 درهم الكليان ديال خويا فتح مرحبا فاش الشكل ديالو ها انتم الاخوان اللهم بارك فاش 13 زواق ولا 4 13 زواق اللي كاين الله يعطيه الصحه شوف شوف الزواق لا لا نوريو من لتحت انتم الاخوان يعني الخير راه كاين السلعه موجوده خاص الفلوس افتح كلشي موجود هادشي كنصحك كلشي كاين هادشي اللي كاين الله يطولنا في عمرك يعني هانتوما الاخوان الشكل هادي راه واعر الثمن مناسب اللهم بارك السلعه كاينه يعني الجوده العاليه في الطلامط ندوزو دابا لهي اخويا الزواق راه كاين شي 14 زواق ولا 15 شفت الكليان كلشي شوف هادشي اللي كاين باش يشوفوا شنو كاين اسمح لي اختي لحظه اسمح لنا زيد انت الزواق اخرى تاهي اه هادي شحال الثمن ديال هادي شاهي 80 درهم داير لي بنفس 80 درهم يعني اشمينة ديال الهوشة قول لي الثمن اللي كندير راه معروف يعني هانتوما التفاصيل يعني كيجي فتاح يقول لك الثمن هادي في الميكا وسير صافي هانتوما الاخوان غمضي باش ما سولتي غتبقى رخيص الله يعطيك الصحة يعني ما تبقى لي لقيتي غلب لهذا الثمن قول لي جدي فابور هانتوما الاخوان يعني شوفوا معنا الزواق هادو الخوامي ودابا قريب غادي ندوزو الاخوان المباشر يعني الطلامط الغاليين بالنسبه لهادو سميتو هذا ديال البروكار اها هادو 50 درهم 45 درهم اه كاينه كديره 60 درهم هادي شحال اخويا فتح قلتي ليا هادو 50 درهم 50 درهم ثمن مناسب ثمن مناسب الله يعطيك الصحه
ها انتوما الاخوان بغيتي غير هذاك راه خصك 50 درهم لا هذاك بوحدو بغيتي قلبوا عليك مرحبا والله الا مرحبا انتوما الاخوان الناس جايين من جوهره جايين عند السي فتاح كاين هذه الخاميه هذه دايره 50 درهم 55 هذه 1000 ريال 1000 ريال ثمن مناسب 35 درهم 35 درهم يعني ها انتوما الاخوان يعني 35 درهم يعني شي حاجه ما دايرهاش هذه الزواقه ديالها الله يعطيه الصحه يعني ها انتوما 35 درهم ثمن مناسب يعني كيف ما كتشوفوا معنا يعني اشكال وانواع شوف هذا شوف هذا يعني هذه 35 درهم قلت لي اخويا فتح الله فتح جي لي الناس ديال صحاب ال 100 درهم وال 150 درهم فتح كلام ديال المطروزه خويا فتح الناس كيسولوا الرقم ديال الواتساب عطيني نمره التليفون ديالك اخويا فتح الرقم ديال الميكرو اخويا فتح 061 82 29 24 عاود لي الرقم الاخوان شي واحد الله يرحمه غادي نكتب الرقم في الكومونتير 29 24 عاود لي اخويا فتح 06 61 82 29 24 هاجي اخويا فتح دابا هادو طلامات ديال المطروزه هادو الاوني هادو الاوني كيديروا 100 درهم 120 درهم ولا 80 درهم يعني ثمن مناسب الله يعطيك الصحه اخويا فتح دابا دوز لي ديال 150 درهم وال 100 درهم الغالي قول لي هذا المطروز هذا ها فهمتي هادشي الملك الرويال 160 درهم 170 غندير 140 درهم 140 درهم للميتر ها انتم الاخوان قلنا شنو نوريو الناس التفاصيل اخويا فتح مرحبا ها انتم الثقل الاخوان كما كتشوفوا رجع الله رجع الله باش يبان داك الشيء الزوقه كامله الاخوان شوفوا معنا اوكي يعني دابا داك الشيء بالوضوح اللهم بارك الايني ديالها 300 شي هذه الايني ديالها 90 درهم الله يعطيه الصحه وكاين ثاني هذا الخضر ملكي هذا الخضر الملكي هذا تا هو مزوق تا هو الزواقه اشكال وانواع هذا 300 فهمت شحال الثمن ديالها حتى هي شفت الزواقه باش نشدو باش ما يطيحش ها انتم الاخوان يعني شوفوا معنا هذه التفاصيل ديالها هذه راه فيها انواع هذه لا هذه 300 وهذه الخديه 300 والخديه الثمن اخويا فتح 140 140 دابا الاميره الاخوان اميره ديال الامراء ها انتم شوفوا معنا الاولين 130 درهم كنديرها 180 درهم 170 يعني ها انتم مباشره مع سي فتاح يعني 130 درهم ثمن مناسب الخديه الايني ديالها بالمضمات ديالها هادو المضمات ديالها هذاك داروا مضمات الله يعطيك الصحه انتم الثمن قلت لي 130 130 هذه ابو فتح نفس الزواقه يعني فيها اللويناج اشكال وانواع المخده المخده اخويا فتح هذه هذه ديال هذه ديال السلاطين هاجو يعني خير السلاطين انت هي هاي شي مخده يعني هذه ها شوفوا معنا اللهم بارك الثمن سي فتح هذه مي كدير 220 200 درهم يدير لها 200 درهم ها انتم الاخوان 200 درهم تاع هي اللوينات اللي فيها الله يعطيك الصحه سي فتح الناس اللي باغيين يعيطوا على خويا فتح الناس اللي باغيين يجوا عندك المحل فين كاين ابو فتح مرحبا كاين في سيدي مؤمن إقامة الناخيل جوهرة رقم الهاتف ديالك أخويا فتح 061 82 29 24 يعني أي نوع بغيتي راه يجيبوا لك فتح مرحبا يعني كيما التوصيل بالمجان يعني التوصيل فابور يعني ها انتم الإخوان اللي بغات شي حاجة راه فتح يوصل لها فابور حتى لباب الدار حتى اللي عجبو شي شكل ولا شي هما كتوفر عندي الحضرو يعني أي حاجة اللي عجبها شي شكل فهانتم الإخوان ترجعوا اللايف يعني اللي عجبها شي حاجة تسقريني أو تصيفط عليه يقول لها الأشمينة ما كاين حتى مشكل الى هنا مشاهدي قناه الشعب قناه شفت واستشاره فابور يعني اللي بغات استشاره تشوف معلومه اللي بغات شي معلومه تصيفط لفتاح في واتساب بالمجان مرحبا شكرا خويا فتاح الله يحفظك لينا الى هنا مشاهدي قناه الشعب قناه شفت في لك شوف هذا القدر على ان نلقاكم في مباشر اخر شكرا ولا لك.